يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ستي شو مسوي انت؟ والله يا شيخ تعبتني هموم الحياة فعلا تعبان. وش كم عمرك؟ 51. 51 سنة؟ اي نعم. تعبت خلاص طفح معاي الكل. زين وش نسوي؟ ننتحر؟ لا. اعطيني انت الحل، انا اعتبرني اسمع منك، وش الحل يا ابو عيسى؟ الامر لله من قبل ومن بعد. اذا انت اعطيتني الدواء الحين. والصبر على امر الله وقضاء الله. لكن طفح يعني ما عاد في صبر يا شيخ. والله هل انت قذفوك في عرضك؟ لا طبعا. كمريم او كعائشة؟ هل قذفوك في النار كابراهيم عليه السلام؟ لا. هل اخرجوك من وطنك ومن ديارك كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل قتل أصحابك كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذن وين همك؟ ضغوط الحياة يا شيخ. كلنا عندنا ضغوط، والله العظيم ما حد في الحياة ما في ضغوط، اللي يكلمك عنده ضغوط، واللي وراء الكاميرا عنده ضغوط، هذه الحياة، احنا ما احنا في الجنة يا أبا عيسى، أنت إذا تملك بيت وعندك قوت يومك أنت أفضل من ملايين البشر. فالحمد لله. فأنت دائما انظر انظر لما تملك لا لما تفقد. يعني والله أنا كذا كذا، مصطفى السباعي رحمه الله كان دوم يقول يا رب ارزقني دراجة، كان في عهدهم دراجات، يا رب ارزقني دراجة، يا رب ليه ما ترزقني دراجة، كل ما يدخل مسجد يا رب وين الدراجة. قال يوم الأيام دخلت المسجد شفت رجال في المسجد مقطوعة بلا قدمين يحبوا للصلاة، قال يا رب ما أريد الدراجة بس احفظ علي قدمين. فإحنا الإنسان دوم ينظر لما يفقد ما ينظر لما يملك. يعني أنا يا رب ارزقني رينج روفر، يا رب ارزقني شو اسم سيارتك؟ نيسان. زين احمد ربك غيرك يمشي في تكاسي، ياخذ تكاسي ما عنده سيارات. او انا اقول يا رب ارزقني بنت، يا رب ما عندي بنت. زين انت شو والله عندي 7 اولاد، غيرك ما عنده ولا ولد، اطفال انابيب الحين. يا واحد يقول يا رب انا ما اشوف، يا رب ارزقني بصر، يا رب غيرك مشلول بغيبوبه 10 و15 سنه. احمد ربك. واحد والله ابنه تعرض لحادث وفي المستشفى ويبقى، غيرك ابنه تعرض لحادث ومات. انظر لما تملك لا لما تفقد. احنا نفقد الكثير لكن نملك اكثر، نملك اكثر. عندي احد اقاربي يغسل كلية، عنده فشل كلوي، انا ما اشعر بنعمة الكلية الان وانا اكلمك. تصور انه يوم استراحة ويوم يغسل 4 ساعات جالس في المستشفى، واليوم اللي يغسل فيه لا يحسب من عمره، يرجع المنزل متعب يريد ان ينام فقط. اليوم اللي ما يغسل فيه هو يومه. تصور انا وانا اكلمك كليتي تغسل وانا نايم الكلية بتغسل، تصور الكلية تغسل 24 ساعة، احنا مو حاسين في النعمة. اذا بلي يغسلون كلية اسألهم. تصور هو يعاني من هذه منذ 15 سنة وانا دائما اراه يغسل وانا ما اغسل. الحمد لله فعلمت النعمة اللي انا فيها، علمت. فنحن بشوف مصائب الناس بتهون على المصيبة، بس فانظر لمصيبة غيرك تعلم ان الله بك رحيم. فلا تقول طفح الكيل وما طفح الكيل، نحن نحيا الان. انت الان أغنى من هرقل. هرقل كان عنده فوق ناس بريش النعام تف عليه الهواء الساخن، أنت اي سي يضغط عليه. أغنى من هرقل، أنت أغنى من نمرود، أغنى من قارون أنت. هي بس حنا ما نشعر. أنت عندك ثلاجة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته جائع صلى الله عليه وسلم وربط على حجر على بطنه الحجر ما عنده قوت، أنت أغنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهموم ما عندنا هموم حياة، نحن علتنا عدم الرضا بس. أكبر الله. هم نحن في قلوبنا أننا لا نرضى بما أعطانا الله. علمت؟ قول حنا في خير، قول الحمد لله، حنا في نعمة، بلادكم آمنة وبلادنا آمنة، ما عندنا لا تشريد ولا تفجير ولا قتل ولا تدمير ولا مهجرين ولا لا بس هي يا شيخ ضغوط الحياة لا أكثر ولا أقل. ضغوط الحياة يوم 100% يوم 0%. هذه الحياة، يوم تسعدك ويوم تبكيك. هذه الحياة، الحياة كالأم، يوم تضربك تأدبك ويوم تحضنك. طبق. طبق. علمت يا سيدي؟ هي مدرسة فعلا. بس الله يسعدك يا أخي. الله شكرا يا شكرا يا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.